السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول سؤال معانا It's A، طالما في A يبقى أبعد عن الحروف المتحركة وأخذ الحرف الساكن، وده اسمه الناي يعني فلوت. هنا ده صمغ، فبقول It's A glue صمغ، دي نغمة أو لحن، فـ it's a tune. الراجل ده موجود فين؟ في السوبر ماركت. it's a أو هي أو دي من غير حتى it's a، ده بيعمل إيه؟ بيعمل help، بيساعد، أو it's a help دي مساعدة. it's a دي صورة ايه؟ فازة. he is a ده شغال ايه؟ طبيب بيطري، يبقى vet. I go خدناها تركيبة كده اهو اسمها go to، يذهب الى، فناخد to. I not to the cinema يبقى I go to، تركيبة I go to the cinema، مش بلعب بالسينما ولا بلعب بسبح في السينما. He goes to school to the school not van، وسائل المواصلات كلها تاخد حرف الجر باي، الا فوت تاخد on foot، لكن هنا van فتاخد باي van. I go to school by، هبروح المدرسه بال car. She goes to school on، بيروحوا المدرسه on، هنا بقى طالما on يبقى on foot، سيارة على الاقدام. I not I cannot a bus يبقى I can see، التركيب اللي خدناها I can see a bus. I not see a book I can see a book. I can see an، طالما an يبقى ده بيبدأ بحرف متحرك ونملة يعني aunt. I can see a، طب هنا مفيش صورة يا مستر، بس طالما في a يبقى ما اخدش كلمة بتبدأ بحرف متحرك، اخد كلمة بتبدأ بحرف ساكن، فالوحيدة dog. هنا دايما تركيبة بنقولها I can see I can see. وهناخد هناخد جنى هتقول لي معنى كلمة ممر أو طرقة. ممر عيل يا مستر، عيل I A S A I S L E عسلاية، أريج يعرف. No. K-N-O-W. الله عليك عسلاية جنة، عظيم عظيم great G-R-E-A-T. حتة عسلاية أريج أرز أو Rice R-I-C-E Rice عسلاية جنة بالتأكيد. Sure S U R E عسلاية أريج. أين اللي بتسأل عن المكان؟ Where W H E R E مقدام استفهام عسلاية حتة عسلاية. طيب تعال بقى نشوفوا احنا يا مستر في حاجة لذيذة كده هو اسمها النمبرز الأرقام. احنا أخدنا الأرقام المفروض لغاية 100 لغاية 100. فالنهاردة احنا محتاجين النمبرز الارقام لغاية 60 فهنبدأ باريج. هتعديلي لغاية 10 يا اريج. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام عسلاية. ويا جنى هتقوليلي من بعد التن لغاية التويني. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الله عليك الله. لغاية 1000 لغاية 1000 ما شاء الله. تمام، ما احنا مش عايزين النهاردة لغاية 60 علشان خاطر في هدف من ورا الكلام ده انا عايز. فهنا أول حاجة هناخدوها أو نركز عليها من أول 11 لغاية 20
11 12 13 وصل لكم السبوره خير يا مستر 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 20. وأول ملحوظة أخذ بالي منها إن من أول 13 من أول 13 لغاية 19 19 كلهم بينتهوا بالتي إي إي إن، فدي اسمها عائلة التين 13 14 15. لكن عندي في التويني أول ما طلعت العشرين انتهت بالتي واي، وهنشوفه جانا تاني هنطلع هنشوفه أريج هنطلع من 20 لغاية 30. بعد التويني هنبقى نقول ايه 21 22 أيوة 23 24 25 26 27 29 28 8 ايوه 29 30 30. يعني 30. يبقى هنا نكتب 30 تاني 30 و 30 يعني 30 30 يعني 30. تمام. ومعانا انا هقول بقى من 30 ل 40 دوري انا 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 بعد 39 40 واروح لعمه 40 ال 40. بس ال 40 ده هنقف عند وقفه شويه كده 40 يعني 40، وهنكمل نفس الكلام ده من فوق 40 من فوق 40 لغاية ما نوصل لغاية الـ50 هديك 40 هنوصل للـ50 اللي هو 50، وبردك نفس الكلام هنوصل 51 52 53 لغاية ما نوصل للـ60 والنهاردة اخرنا 60. طب ما انا خدت واعرف اقول اكتر يا مستر. لا انا مش هدفي النهاردة ان انا اعلمك ارقام، انا هدفي حاجتين، ان انت تخلي بالك من الرقم من 1 لغاية 60 من 1 لغاية 60 ونخلوا الفرق بين نشوف الفرق بين العيلتين دولة عائلة التين وعائلة التي واي. لو انا بزود بالواحد من اول 13 13 لغاية 19 دي عائلة التين، لو انا بزود بالعشرة من 20 30 40 50 دي اسمها عائلة التي واي عائلة التي واي. طيب انا عايز اقول ملحوظة مهمة خالص، ايه هي؟ انا خدت بالي من 12 الى حد ما اتغير شكلها شوية بسيط، لكن 13 شلت التين وحطيت تي واي بقت 30 30 30. اخلي بقى في ال 14 ملحوظة، هنا في ال 14 ال 14 فيها يو، لكن خلي بالك في ال 40 ال 40 ما فيهاش يو، خلي بالك من الحته دي. بعد كده تكتب الرقم. ايوه يا جن يا مستر. ايوه اسمها يو يا مستر من الحروف المتحركه صح. مالها؟ ده بس ايوه يو الحروف المتحركة صح؟ أيوة بس ملهاش دعوة دلوقتي بينا خالص دلوقتي. ماشي. ال 14 ال 14 هنا فيها يو، لكن ال 40 ال 40 ما فيهاش يو، دي خلي بالك منها. بعد كده 15 و 50 و 16 و 60 كلهم دول شبه بعض، دي عائلة التي اي اي ان ودي عائلة التي واي. طب تعالى نعلى ونشوف هدف الكلام ده منه ايه.
هدف الكلام ده النهاردة هنحكي في حاجة اسمها السؤال عن الوقت. ايه ده؟ انت معاك في ايديك ساعة، فحد هيسألك ويقول لك what time is it، وده السؤال بتاعنا النهاردة. What time is it؟ يعني الساعة في ايدك كام يا عمو؟ الساعة كام؟ لما حد يسألك يقول لك what time is it، فدي للأسف فيها حالتين في الإجابة. يبقى what time is it معناها ما الوقت، والإجابة بتاعتها شكلين، حالتين، حالة أولى وحالة تانية. الحالة الأولى إن أنا بحط في كلا الحالتين بحط it's، بس العقرب الكبير هو اللي بيتحكم لي فيه، هو اللي بيتحكم فيه. ازاي العقرب الكبير؟ لو كان واقف على 12، العقرب الكبير لو كان واقف على 12 والعقرب الصغير في اي حتة، فبقول it's وراها الرقم اللي واقف بتاع الساعات، يبقى زائد الساعات زائد كلمة o'clock. ثاني، لو العقرب الكبير واقف على 12 على طول وانت مغمض، دي حالة اولى، يبقى it's واقول الرقم اللي هو واقف عليه العقرب الصغير واقول o'clock. طيب الحالة التانية، الحالة التانية لو جدرك ان العقرب الكبير اتحرك عن 12، مشي عن 12، فاقول it's احط وراها الساعات الدقائق. حاجة كده مش عارفة هي. لو لا ثواني، احنا النهاردة الحالة البسيطة شوية، العقرب الكبير جه على 6، فكده ما بيجيش العقرب الكبير على 12، ففي الحالة دي هنعمل ايه؟ هنستخدم مين؟ الحالة التانية اللي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اكتب اتس واكتب وراها الرقم الصغير اللي في العقرب الصغير، وراها اكتب لي العقرب الكبير. العقرب الكبير واقف على كام؟ يبقى الاول حاجة نخلي بالنا منها ان احنا السؤال عن الوقت حالتين. للسؤال عن الوقت كم حالة؟ حالتين. حالة الاولى اتس وراها الساعات وراها اوكلوك، الحالة الثانية اتس وراها ساعات وراها دقائق. ماشي؟ طب تعال نشوف الشكل ازاي ولا الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة انا هعمل شكل الحالة الاولى، الحالة الاولى بس. انا بصوا كده، اول شكل كده انا هرسمه كبير في نص المكان اهو، عشان تخلي بالكم دي نعتبرها الساعة. في هنا رقم، هنا في رقم، هنا في رقم، هنا في رقم، هنا بينهم في رقمين، هنا بينهم في رقمين، في رقمين، في رقمين. هنا مكتوب رقم 12، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحالة الاولانية ان يكون العقرب الصغير واقف على 12، العقرب الكبير واقف على 12، والعقرب الصغير واقف في اي حتة، فدي اسهل حاجة. كل اللي انا هعمله هقول اتس والرقم ده واوكلوك. طيب انا جبت منين كلمة اوكلوك يا مستر؟ قال لك خلي بالك لازم تعرف ان ورا الرقم ده، ورا الرقم الكبير ده 1 2 3، في رقم مستخبي. العقرب الكبير ده لو بيتحرك كل ما يروح لرقم تاني بياخد 5 دقايق. يعني العقرب الكبير عشان يروح من 12 ويروح وتلاقيه وقف على 1، يبقى كده مشي 5 دقايق. فمنقولوش 1 بقى، هنقوله it's 3 5. يعني العقرب الكبير يبص على الرقم اللي من بره، العقرب الكبير
هيبص على الرقم اللي من بره. الرقم اللي من بره ده اول حاجه عند ال1 يبقى 5 دقائق، وزود 5 دقائق وانت ماشيه، يعني لما يوصل ل2 يبقى عنده كام دقيقه؟ 10. طب لما يوصل ل3 يبقى عدى في الفيل 15 دقيقة. طب لو عدى للفور 4 ما زود 5 زود 5 على 15 15 و 5 20 20. حط 5 تاني على 20 25 طب نروح للستة. للستة دي هزود على 25 5 تبقى 30. طب نروح للسفن 35. نروح للايت 35 40. طب نروح للتسعة 45. طب للتن 50 55. طب نروح لل 12 60. بس احنا مش هنقولوها 60، هنقولوها حاجة تاني اسمها اوف لوك، يعني بالظبط. يعني لو شفنا العقرب الكبير واقف على 12 هنقوله اوف لوك. هنقوله ايه؟ اوكلوك. في حاجة تاني ممكن اقول لكم عليها بس دي معلومة زيادة لكم انتوا، ايه هي؟ طب بما ان احنا لما كانت 60 قلنا اوكلوك، طب لو كانت 30 مش بنقوله 3 ونص؟ فكلمة نص دي ليها اسم عندنا في الانجليش اسمه هاف. نص اسمه ايه؟ هاف. نص اسمها وزيادة ليكم انتوا بس مش مهمة قوي، اللي هو الربع. ما انت لو ما تبقى تلاتة وواقف الكبير على تلاتة نقوله تلاتة وربع. خدت الربع كده بس انا مش حافظة كلمات. اسمهم كوتر. كوتر ما تقوليش كوارتر. كوتر كوتر it's half يعني نص، وكوتر اللي هو ربع. دول مش مهم، مش هنحكي فيهم النهارده. كوارتر مش كوارتر، لا كوتر كوتر كوتر. طيب تعال نشوفه، تعال نشوفه، نتعلم واحده واحده كده يا مستر. ناخد امثله. بيقول لك لو انا معايا ساعه والايت لما قاله نظبط يلا، لقيت العقرب الصغير لقيته واقف على 9 والعقرب الكبير واقف على 2، يبقى دي حالة أولى ولا حالة تانية؟ استر تعالك وتعالى عندي صوتك يا زلمه. حاضر. العقرب الصغير على 9 والعقرب الكبير على 2، يبقى دي حالة أولى ولا تانية؟ حالة تانية. حالة تانية. حالة تانية، لأن الحالة الأولى الحالة الأولى إن يقف العقرب الكبير على 12، الحالة الثانية إن العقرب الكبير يتحرك لأي مكان. فلما حد يسألني هنا هو what time is it، الساعة كام، تعال بص نجاوب إزاي. أنا هروح للعقرب الصغير، يا دي عقرب صغير يا الساعات، أنت واقف على رقم كام؟ يقول لك واقف على 9، خلاص يبقى 9. طيب يا دي العقرب الكبير انت واقف على كام؟
مين يقول اللي واقف على كام؟ العقرب الكبير كده واقف على 12 يا مستر. على 12؟ لا 2 بس. مش العقرب يا مستر بيعد، مش شايفه، مش شايفه. طب سمعان يعني هنا 12 يا مستر، العقرب كبير واقف على 2 بس هنا ما ليش دعوه ب 2، انا ليه دعوه بالرقم اللي ده ورا. لا 10 5 دي بتاعت الواحد، 5 بتاعت الواحد بتاعت ال 1، لكن 2 يبقى ناخد 10 يبقى اتس 9 10. طب تعال نشوفوا مثال تاني، العقرب الصغير واقف على 4 والعقرب الكبير على 12، يبقى دي حالة أولى ولا حالة تانية؟ أولى. حالة أولى. فلما أقول لك وات تايم إت إز، الساعة كام؟ هتجاوب لي تقولي لي إيه؟ أيوة. إت فورس فور مستر. أيوة أريد صح، فور تن فور إيه؟ أوكلوك. الله عليك يا ريت. الله، بص يا جنى، بص يا جنى، العقرب الصغير على 4 يبقى إتس 4، العقرب الكبير على 12 يبقى إتس 4 أوكلوك بالظبط. طب مثال تاني، العقرب الصغير واقف على 10، اديك العشرة، والعقرب الكبير واقف على 12، يا ترى what time is it، الساعة كام؟ it's 10 o'clock. أيوة كده يا عسل، it's 10 o'clock. مثال تاني، تعال نشوف ونعمله، نرسمه تاني ساعة ونروح نرسم العقارب، واحدة على 7، العقرب الصغير على 7، والعقرب الكبير على 5. تاني، العقرب الصغير على 7 والعقرب الكبير على 5. أنا هسألك وأقول لك what time is it؟ هرد أقول إيه؟ أنا فاكر يا مستر، تكون هاري إم كوارتر 6 7. لا أيوة صح، it's 7 7. لا، وأروح للعقرب الكبير، وأروح للعقرب الكبير، ياض يا كبير انت واقف على رقم كام؟ هيقول لك على 5. طب انت في الدقايق، رقم 5 ده في الدقايق بيبقى رقم كام؟ يعني لو عقرب الدقايق هيعد لغاية كام بقى؟ 25. يبقى نقول it's 7. 7 ايه بقى؟ it's 7 52 52 عقرب بتاعه واقف، واحد الصغير واقف على 12 والكبير واقف على 1، العقرب الصغير على 12 والكبير على 1. هسأل أقول لك وات تايم إز إت، العقرب الصغير مستر واقف على أين قلت؟ على 12. ماشي، يبقى
it's one 12 it's 12 it's a flop it's can you get us a chance طب لما واقف العقرب الكبير على واحد العقرب الكبير واقف على واحد يبقى كم دقيقة دولة؟ 5 أيوة برافو فايتس 12.5 اخذ مثال العقرب الصغير واقف على 10 العقرب الكبير واقف على 2 العقرب الصغير واقف على 10 والعقرب الكبير واقف على 2 أبي مين العيوب؟ What time is it؟ عكام؟ العقرب الصغير على 10 والعقرب الكبير على 2 It's 10 أيوة It's 10 مستر نقول على طول 20 لا لازم صح ايه لا واقف على 2 يبقى كام دقيقه 2 يبقى 10 هم دقيقتين ايوه صح 10 It's 10-10 It's 10-10 10-10 ساعة 10-10 دقايق تعالوا نقفل سؤال المايكات ونروحوا للمذكرة بصوا كده هو بالدور كده هو هنروح لأول حاجة جنى في الصورة رقم 1 على الشمال يا جنى وصلت لكم الصورة ايوه وصلت لكم الساعة؟ ايوه طيب يلا what time is it جنى؟ انا واقفة على 12 4 5 كده والعقرب الصغير واقف على 9 ايوه العقرب الصغير 9 والعقرب الكبير على 12 يبقى it's 12 العقرب الصغير على 9 والعقرب الكبير على 12 ايوه it's 12 وحاجه هقولها نفس تسعة هو انت مستر بتزود ايه مستر مش عارفة كانت من شوية يا مستر طب نشوف اريج طب وانت خد اللي بعدها طب نشوف اريج تعرف تجاوبها ولا لا وانت خد اللي بعدها it's 9 o'clock ايوه برافو على سر بص هتعمل ايه يا جنى لو العقرب الكبير واقف على 12 يبقى دي حاله اولى كل اللي انا بعمله ايه اقول اكس واشوف العقرب الصغير واقف على كام واقول وراها اوكلوك بس اتس وراها عقرب الساعات وراها اوكلوك اتس وراها عقرب الساعات وراها اوكلوك يلا كده الصوره الثانيه يا جنى هتبقى ايه اه ماشي يبقى it's 3 o'clock ايوه كده عسل it's 3 o'clock يلا يا ريج الصوره اللي بعدها it's 11 o'clock ايوه برافو جانا الصوره اللي بعدها it's
It's 12 o'clock. It's 12 عسلايا. It's 12 o'clock. طيب تعال نروح للجيم بتاعتنا النهاردة. استنى اللي هي لما العقرب الكبير يجي على واحدة والعقرب الصغير يجي على رقم تاني. في اللعبة دي هنشوف ان شاء الله دي. ماشي ماشي. تعال نشوف. بصوا كده في اللعبة دي هنركز على حاجة. اللعبة دي فيها شوية ايه صعوبة. ليه؟ ان انا ما حكيتش معاكم على هاف ولا كورتر. فاحنا بصوا انت هتقولوها زي ما اتعلمنا وانا هختار لكم الاختيار. يعني بصوا هو نبدا باريس. يا ريش بصوا كده الساعة دلوقتي 4:30. الساعة انت في زنة كده جنى. المايك بتاعها بيعمل زنة. اقفل المايك يا جنى. هو هنا حاسبها 4:30 ماشي. يعني العقرب الصغير على 4 والعقرب الكبير على 12. يبقى هقول ايه؟ It's held. لا ما سيبك من الاختيار. انت اللي اختار. انا اللي هختار. يلا زي ما احنا اتعلمنا لو العقرب الصغير على 4 والعقرب الكبير على 6. It's 4. ايوه ايوه 30. It's 4:30 عسل. تعال هنا تبقى It's half 4 o'clock. تمام. تعال نشوفوا جنى. يا جنى العقرب الصغير على 1 والعقرب الكبير على 6. استنى عشان اللعبة بتعلق. العقرب الصغير على 1 والعقرب الكبير على 6. It's 1:30. الله عليكي. شوف اللي بعدها. العقرب الصغير على 10 والعقرب الكبير على 6. It's 10. It's 10. ايوه. It's 10. 30. أيوة برافو. It's 10:30. العقرب الصغير على 6 والكبير على 6. It's 10:30. العقرب الكبير على 6 والصغير على 6. It's 6 o'clock. لا. مش دي. لما تيجي على 12. It's 6:30. الله عليكي. It's 6:30. ايش؟ يلا اريج دلوقتي الساعة. بس غير لا. تسعة وعند ستة. يعني الصغير على 9 والكبير على 6. It's 9:30. It's 9:30 عسلايا. It's 9 أو تمام. اللي بعدها. دي السهلين بقى. يلا يا جماعة. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. عسلاي. يلا يا أريج. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. يلا يا جماعة. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Arij. It's 10. Aywa. 45.
الله عسل. 245. يلا يا جنى. بالضبط مش 9 دي 9 بس أيوة. من غير ال ايوه صح 9 بالضبط. It's 9 o'clock. يلا يا ريت. هسه دي ملخبطة على المشر هي مش موجودة. هدي 6 مستر و60. لا 7:25. الساعة 7:25. It's 7:25. لا. 25. يلا يا جنى. دي ولا 30. يبقى It's 12. أيوة. It's 12. 13. أري 8 5 دقايق. It's 9. It's 8:05. يا جنى دي اخر واحدة. It's 3. ايوه. It's 3:45. هو فضل 2 ناخدهم بالمرة؟ ماشي. يلا الساعة 10:10. It's 10:10. ايوه برافو. It's 10:10. اخر واحدة لجنى. It's 12 o'clock. هدت عسلاية. طب بص كده هو في لعبة تانية بس هنلعب كل واحد فيكم مرتين أو ثلاثة بالكثير. وصلت لكم؟ ايوه. هي يوسف احنا بناخد 10 حصص ولا 20؟ 9. صح؟ 9. 9. هي 10. 9 النهارده. يلا كده هو معايا. بص بقى معايا هنا هو زي التوصيل بس احنا مالناش دعوه فضلك اللي على الشمال. احنا لينا دعوه بايه؟ لينا دعوه ان انا هشوف الرقم ده وهقوله وهستاذن الكجاب لما يكون عليك دور تفتح المايك. ما عليكيش دورك تقفل المايك عشان المايك بتاعك بيعمل زنه. ابدا يا ريج رقم 1 نمبر 1 5 دقايق ده يبقى ايه؟ اتس 5. ايوه اتس 5. It's 5:05. It's 5:05. تمام. يلا يا جنى 3:25. 3:25. It's 3:25. It's 3:25 عسلايا. يلا يا ريج 12 يعني كام؟ أطلق. لا. طب قول يا جنى. It's 12:30. الله عليك. It's 12:30. 12:30 دقيقة. يلا يا ريز. It's nine five. Fifth,
15 سهل اللي جاي دي جنى واخر واحده اللي بعديها اريج حسن يلا يا ريج اتس 2 50 35 الله عليك يا الله تمام كده عسلات زي الفل. تعالوا نشوفوا الكلمات احنا لسه على الحسبان صح يا صح نعم احنا لسه على الحسبان صح النهاردة اخر حصة يا جماعة تسعة النهاردة تسعة حصة فيها تسمعيها مع نفسك احفظيها مع نفسك عندي تبع منهج التنظيف سنة رابعة يعني تسعة حصة عشان خاطر تلاقي تاخدي السنة دي ماشي يلا نقفل المايكات اقول لك حاجة 11 ايه يوسف ماشي في يوسف في الحداشر وانا ماشية في الحداشر حداشر ايه في الحداشر الميلادي كان من كم يوم يعني لسه ماشي يوسف خد تسع حصص كله خد تسعة ما حدش خد اكثر من تسعة ماشي لا مستر انا عندي حداشر سنة انت عندك 11 سنة ما شاء الله انت اكبر من المستر اه دخل مدرسة بعد سنة ما شاء الله كده دخلة كبيرة طب يلا كده هوا سنة نقفل المايك يا جنى chips wrong find dad look like solid in on under next to fruit cheese meat pasta fish butter يلا يا أريج يلا يا أريج chips wrong فرشة chips wrong find dad o'clock Solid. In, on, under, next to. Fruit. Cheese. Meat. Meat. Pasta. Fish. Beef. Butter. ماشي يلا يا جنى. Chips. Wrong. Dad. Salt. And solid. On. Solid. Under. Solid. Next to. Fruit. Cheese. Meat. Pasta. Fish. Butter. الله عليك. الله عليك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.